والله يا استاذ احوال البصره تعبانه. طيب وين بالبصره علي؟ خدمات ماكو، احنا بالبصره بصفوان. صفوان اي والله. احنا يا فلاحيه. طيب زراعه عندنا. استلمتوا يعني مستحقاتكم؟ استلمتوا مستحقاتكم الماليه؟ حاليا عندنا صندوق الطماطه ب 4000 دينار. طيب 4000 30 كيلو. طب عليك المستورد ما حد، لا حدود ولا رئيس جمعيه ولا محافظ ولا اي واحد داير باله علينا. تسمعني؟ يعني احنا تجهيز كله من عندنا، لا دعم لا من دوله ولا من اي شيء. طيب تسمعني؟ لحد الان لعد مو قالوا بتصريحاتهم انه راح ندعم المزارعين، راح نعطيهم الأسلحة، الله شاهد حتى دعم مادي راح نعطيهم حتى هذا الموسم المقبل. ما رايدين من عندهم اي شيء، احنا نجهز نفسنا ونعيش وباوع كل مزرعه عائلتي. يعني محتاجين فقط تسويق، اخذ من عندي اشتري. يا اخي يا استاذ علي، يعني 30 كيلو طماطم ب 4000، يعني شو تريد تحصل؟ وتجهيز المزرعه بيش اقل شيء المزرعه عليك 15 مليون 20 مليون، واحنا منين نسحب من المكاتب؟ صح، يعني سحب دين. يعني هسه سنة الفلاح انتهى، لحد الان احنا نص موسمنا بدا، احنا على مزارع النجف على كربلاء على البصره انتهينا. يعني 200 دينار كيلو الطماطه فيش هسه، ما رايدين، رايدين لو ب 10000 الصندوق ب 300 ب 400 ام خوش. صح، بس لما تحسب لما تشتكي. هي طبعا حتى الكلام من اغلب الايرانيه وعندك التركيه والفلاح والفلاليح الاردنيه. يعني بهذه الحاله كل ما ازرع اكثر كل ما اتاذى اكثر او اخسر اكثر. اتاذي يعني هسه محتار، انا هسه علي 20 مليون للمكاتب من اوفيهم. صح زين، انا والقران رجعت ما حد يشتريها، يعني تاخذهم بسياره 50 صندوق رجعت ما حد يشتريهم منك. يعني شو تسوي؟ وين تروح؟ وهاي باوح هي المزرعه ملاك وفلاح عائلتين، كل مزرعه عائلتين حدود 15 نفر بيها المزرعه، 15 نفر ذني عايشين بيها، وعندك البقال عايش بيها، وعندك الجلاب يجي من بغداد ويجي من المكان عايش بيها، ايش قد بيها وسيله عمل؟ صح، بس ماكو دعم، ماكو وما رايدين. هسه قبور يعطون كيمياوي، يعطون ادويه، يعطون لايلون، ذني كلهم راحن ما ردناهم، ردنا بس الحدود شويه السعر يستقر. واكو منتوج اكو، يا ريت لو ماكو ومنتوج يعني ومنتوج مختلف عن المستورد، ومنتوج مختلف عن المستورد واجود ومرغوب اكثر. منتوج درجه اولى، منتوج درجه اولى، وباوع بال 2010 و2008 انتهت الزراعه، ترى المزارع انتركت. هسه الناس تكت للزراعه، عمل ماكو تكت للزراعه، بس هي ماكو فايده، شو تسوي له؟ يعني شو تسوي؟ سوق منتهي.